وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. باشا هر وقتك أجر زمين بات دس كسي بيال مزارع عام دس بياوي يعني أجر وقتك بس بياري بياوي زمين ليزرعها بوي زمينك داوش يعني وشرط له جزءا معلوما من ريعها وبشر بقري بو كابراء عامل جزء اكيد ياري كلاو للريع يعني لغلو لبرهمكي لم يجوز وجائز نيه زين بو ريعها اي غلتها وانتاجها وهذا ما يسمى بالمزارعة ما ويك مزارعة في الظن بوشي جائز نيه والأصل في عدم جوازها ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له كلفظ كريم مسلم عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض باشا إما محاقلة ما نكر لعرزة شاكا نحاقلو باهروية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي فنكريها يعني زمين كمان أداب بكري بالثلث والربع يعني ما سرنا وما نكر بس يكسوهم يا ما يكسوارهم والطعام المسمى وبطعامك أنا وبردما نكر. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي لكرمامان مروج فيها هاب والأمان فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا يعني في غمر دولي خيلة سربية بلنهي لإيما كردوا لكاري كلاو بربو إيما نفعي بو أمان كرد وتواعية الله ورسوله أنفعوا لنا بلان أقر شيء أو النفع بو بلان إطاعة كرني خواب يا غنبر سود من تربو إما نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام طعام المسمى نهي لإما كذو كمحاقلي زوي بكين فنكريها بمجورة المحاقلة كأمية بيدين بكري لسر الثلثي درامد يا لسر الربع درامد وطعامك ناو بردكري باشا وأمر رب الأرض والتسولي بساعوزة بكذا أن يزرعها حالبين فخوي دايوش يعني أو يزرعها آري بابا كسي تربوي دايوش يعني وكريها شراءها وما سوى ذلك ويتر بلايو مثلا قرآن دي كبيا بكريو وغير أوش وما سوى ذلك ما سوى أوش هر قرآن زين طعام المسماة شيء اللي وأظهر المراد بالطعام المسماة جزء معين جزء معين مما يخرج من الأرض لو يكلا عزك دي أو أن النهي منصب على ما قبله من الكراء بالربع والثلث يعني يا وايليك إن يا بلين النهيك أرجيت السر ما قبلك لو يكلا زيك بالربع والثلث بيبكري كوري شو المعلومية الربع كيشانيك يا هناك كريجة بمعين بي يا سلسة كيشانيك كريها كراءها بجزء مما يخرج منها يعني كبكري دانكي بما كبدا بكري بجزء كي بيابو لزمينك أعوي بمكروه دانا يعني بخرابي دانا وتي مدروز نية أما تقريبا أخر أو لو لاوهين هيا شي بيجن مساقادة وكوت من درستة لا هينش من هيا أو يبتشي فيها لين مخابرة و مزارعة داخل مزارعة ثمانية مزارعة بمشي ولا بتبعية مساقات ودروس قبل الوتمان أما ديار أجر مستقل غير دروس نيروج ولا أجر في بعض زمينك هرجن لمن هاجة عليه أما تقريبا ما دفيني وكارية كاتو قلام ليوا تقريبا عليه حيلة بودا مزرين حيلة كبو جوريا تو بكابرا بيجي ويوا هين بو دعوة شيني هاكم زميني تو جيدة تغارة مثلا جي پنج تغاري بعالية ببخوم يعني جي پنج تغاري بيبا كمن دعوة شينم لبابتي اوا كمن او جي پنج تغارة كبو تو دعوة شينم يعني تقريبا او شيوا جي پنج تغارة كبو دعوة شينيو اكتبام جورة لدوائية ابن بحاو باش يعني او هناك اوي وحاتوها قسمتك كابرة بعالية نيوي زمينك دا تخوي خو من أجر زمينك كمان عايزك أنا مشترك بيه مشكلة مانية مثلا منو توهرت ما خساحة بزمينك بين لواء مشكلة كمان هي زمينك هي شك مانو أيدين بويتر مان والله ما قلتوا قبلا مثلا نيوي لزمينك
بيبه من بعاريه بو اوي فشت غاري خو متيا داوش ينم جام جاره لكري واتتو او زمينه ابري لا تبرعك بتبرع بك يا وتي خو فشت غاري زو داوش او هيك لا هنا كان وان اقراه اياها بذهب او فضه او شرط له طعاما معلوما في ذمته جازه ولي اقرا بدا بكري زمينك بالذهب يا بفضه بسبب فول او شرط له طعاما معلوما في ذمتي يا تعالك عنا له زمينك لزمي خويا باش كاك او زمينه بين يوم ستة تغرق مو بيد حاول او جايز او كات هاي سمت واجبي فاز اوي كذا بلون مجهول انها معلومه ويك على دوزني او دور روى مسلم عن ثابت بن ضحاك رضاه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمهاجره لو مهاجرة يا ولي ولي مزارعة كدي على أو نهيدة هو يكون شتيغ ذا فيه ما هو شتيغ من هذا زمينة قبل قلالك مثلا بيجي هل لو زمينة لو برهمة مثلا تغارة دو تغارة دو تغارة ونقل مو بيادة شعر ولي أو يكون مثلا برهمة نعم أقل بيجي هي أو زمينة دا زمينة هذا روزنية زمينة كنا ولي أسك عنك أقل أو زمينة بو بيادة ناو من تتغارة قلو بيادة ملزمي خوما يعني خير من كاكا أوني أري أو شرط له طعاما معلوما في ذمته. يعني مثلا طعامك إلى النزل بيجي أو زمينا بو بين ناو. فقد مثلا من أو نتغال قلبة أدم نهي أو زمين. ولا زمي خوضها يا الدم. إي تخويا عندك شي كان بيت هذا أو تعالى دمي. وقال لا بأس بها وفرميها وقيناك مهاجر. أم جاء فرمي وإحياء المواتي جائز بشرطين. إحياء المواتي يعني أودان كرنوي زميني في كابلاء خوينا به. في أما جائزة ولا بدو شرط يك أن يكون المحيي مسلما إحياء كروك مسلمان به وأن تكون الأرض حرة وأرزك آزاد به يعني بدسك سنبي حرة به لم يجري عليها ملك لمسلم لو بر مالكية مسلماني بسلانة بزرابي روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد لي فهو أحق أجل كثير زميني أو دان كاتوك أو زمينه قبره كذنب أو لا يقتل أو زمينه أي أحق بها من غيره والإعمار والإحياء بمعنى كواتئ من لا أتمنى إحياء ولا حديث كإعمار حياء أو نبت إشكال وهو إحياء بها إعمار استصلاحها بزرع أو البناء زمينك مثلا شاكب كي بيسازيني يسبب زراعة بي يعني خوشي كي زمينك بزراعة بها بخانوبي والروى البخاري أيضا تعليقا بخاري دوالة تعليق دوالة كله في غير حق مسلمين أو شيء في غير يعني أو إعمار أبي لغير حق مسلمان أبي فأتبت اسم مسلمان يكون أبو وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم دي وصفة الإحياء صفة الإحياء شونا ما كان في العادة عمارة للمحيا أويك لعادة عمارة بأودان كرنوب بو محياك يعني بو أو مواتك أوداني أكيوا ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط واجب بذلي أو يعني بخشيني أو بسيع شرط شاكا يك أن يفضل عن حاجته كابراء بيلا نيازي خوي إزافة تربه وايا إن عقا هاد بش خوي كام مهنية ملزمية ببخشيني روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيدستهن يا سيكثن كخواي قولي للروج قيامتها بنزري مرحمة الرحم سرنجا نادا وفاكو خالين يناك أتولى قناه أمانا وسزاي سخت يا نادا سزاي جانب جانب رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل يكي قلو اشتانا او يكي فياغ مثلا بو او زيارة آيك هيل الرقوة فمنعه من هي كان ابن السبيل نايداتي يتأودوا أنك تجد في أمك أنا محل شاهد أمي لا ينظر إليهم نظر رحمة وإكرام يزكيهم يعني يطهرهم لأن لا يطهرهم من إثم ذنوبهم هذا مسافر وأمان أو يشعر أقر مثلا أو تلعاوي نبي وظيفات يبي عواقب وإنك ولي أقر أعوي خوي بيبر حق والروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء نيقول له يكبي فروش بيش كاك قدامي بلان بفروش على دروزنية وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهمته وشكي دوامي أويك غير أم يسكى آوك تو مثلا لخوي كابلا لخوي زيارة غير خوي احتياجي في بيه
جاهز جاي يا بو احتياج بيتي يا بو اعجلك وان يكون مما يستخلف في بئر او عين وابي وكيل وانا بك يستخلف في بئر او عين كالعين اي يبقى ولم يحرس في اناء ونحوه بلى بلى مثلا وانا بي اي سبسا وكاهي كامل الدفو جاوي دانا لما لو كريتا فوش وتعالى او زيادة لإحتياج خوشي موظف نية بدا بكا سيكتر بلا مثلا ما اوكا لبيرا او جيرا ايا لكانية ايا اعوا متوجبي وان يكون مما يستخلف استخلاف كري يعني بجئ غبرا لبيرا ايا لعين ايا لكانية او اختا ابيتا ايا اوا انا يسنعبي تابتا وموف موفق بإن شاء الله بسم الله.